تعيش عائلة برقش ببلدية خميس مليانة ولاية عين الدفلة هذه الأيام حالة من التوتر والقلق بعد اختفاء ابنهم يونس في ظروف غامضة ولم يظهر عليه أي أثر منذ أكثر من أسبوع. أنا عندي شكوكات باللي الطفل ما خرجش، راه أنا حابسينو. أنا نوجه النداء إلى راه يخدم عند كاش واحد وراه يشوف فينا يتصل بينا، وإلا كاش ناس راه محاكمين وعندهم يهديهم ربي يطلقوه، وإلا كاش ناس غواهم الشيطان وقتلوه يوروا لي. المهم نحاول نعرف وليدي أسوا روحي ولا ميت. ربي ما تقولش والله اللي راه يشوف فيه وراه عنده يا سيدي يتصل بيا وراه الرقم تاع الهاتف تاعي راه عندهم في الفيسبوك درته. ويرجح اختطاف الطفل يونس من طرف شخصين حسب تصريحات الوالد. هو راه يقول راح زوج كي حطينا ثم الطاكسي داوه زوج، واحد روجي وطويل وواحد سمين. كي شافوهم يواسوا هكذا قال له تروح تخدم معانا ما يخصك حتى حاجه. من ذيك الساعه ما بانش، جريت حوست قاعد هنا 7 أيام وانا نجري لحد الان ما بان والو عليه. انني شاك يختطفوه يداو يخدم، هذه ماهيش جايبه 100%. يعني راني احتمال قبش عليه. كاين واحد البارح في بوفاريك مسكين ذري عنده اختفوه من ثم، قال لي داوني منا قعدت شهر حتى هربت لهم، قال لي داوني سوق هراس، قال لي راهم يدو منا من بوفاريك يقابروهم بالطونوبيات، قال لي داوني منا بالخار ومن بعد نزلوني في هذا البلاصه. وتامل عائله براقش عوده طفلها يونس سالما معافى لأحضان والديها.